ومن المسائل أن هذه الليلة سلام، سلام في ليلتها من أذان المغرب إلى أذان الفجر، سلام من الآفات، سلام من الذنوب لمن وفقه الله، سلام من الشرور، سلام من النيران، سلام من العذاب، سلام هي حتى مطلع الفجر. فيا خيبة ويا خسران من لم يوفق لهذه الليلة وأن يقوم بها حق ما بينه الله عز وجل في حقها وبينه النبي صلى الله عليه وآله وسلم في شأنها. والموفق من وفقه الله عز وجل لإدراك المواسم الخيرة. فنبيكم صلى الله عليه وآله وسلم لا تكتحل عينه بنوم إذا دخلت هذه العشر، مع أنه صلوات ربي وسلامه عليه كما جاء في الصحيحين غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وكما ذكر عز وجل في سورة الفتح، ومع ذلك كان حريصا على فعل الخير